طبعا اسمحوا لي في الاول عايزين نقول الف مليون مبروك للنادي الاهلي اللي فاز امبارح فوز كبير على نادي الترجي التونسي في ملعب رادس في تونس بثلاث اهداف نظيفه احرزهم اللاعب الجنوب افريقي بيرسي تاو، حط هدفين وبعدين اضاف كهربا الهدف الثالث. عايز اقول الحقيقه الاهلي دايما معودنا على انتصارات جوه مصر وبره مصر، ودايما الشياطين الحمر مصدر فخر للكرة المصرية في كل البطولات. فوز النادي الأهلي امبارح سهل عليه مباراة الإياب اللي هتلعب إن شاء الله الجمعة الجاية على ملعب استاد القاهرة. يعني عايزة أقول تقريبا الأهلي كده حسم تأهله بنسبة كبيرة جدا في رادس، وإن شاء الله هيكمل تأهله النادي الأهلي بفوز كبير يوم الجمعة الجاية عشان يلعب نهائي بطولة أفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه. ألف مليون مبروك لنادي الأهلي، عشان كده النهاردة لابسة أحمر، قررنا أنه هو أحمر. ألف مبروك لنادي الأهلي وليهم في رادس حكايات يا فرح زي ما بتقولي. الحقيقة فوز كبير وعريض للنادي الأهلي لأول مرة في تونس، أبناء القلعة الحمراء يفوزوا 3-0. نادي الأهلي يا جماعة في قارة أفريقيا حكاية تدرس، أسطورة فعلا يعني بيتوارثوها الأجيال ورا أجيال. الأهلي امبارح قدم مستوى يعني فوق توقعاتنا الحقيقة، لعبة يعني ذكية جدا، حالة عالية جدا، تكتيك فعلا محترم. شفنا مثلث هجومي متفاهم وخطير، بيرسي تاو وحسين الشحات كهربا كمان مدرب كبير وقدير، قدر ان هو يعني يفهم ازاي تتلعب المباريات الكبيرة داخل القارة السمراء. نتيجة كبيرة، ويبقى فعلا الاهلي كبير وزعيم القارة الافريقية، وباذن الله مستنيينه في النهائي بقى ان شاء الله. يعني فرحنا كده وتكمل فرحتنا بالبطولة الـ11 في تاريخ النادي العريق النادي الاهلي ان شاء الله. زي ما قالت فرح كده ايه، مباراة العودة وبعدين ننتظر النهائي، وكالعادة الأهلي يفرح جمهوره، فريق كبير فريق عظيم. يا رب يكمل مسيرته كده يفرحنا دايما زي مباراة امبارح فعلا إن شاء الله يا لميس، بإذن الله إن شاء الله.